مشاهدينا المحترمين، اهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم. طبعا كما اعلنت قبل الفاصل، موضوعنا الثاني هو حول الجريمه المروعه التي حصلت في تاشوده في ولايه سطيف صبيحه امس الخميس. وقائع هذه الجريمه المروعه وخصوصيتها ربما المؤلمه اكثر، انها القاتل والمقتول تلميذان في متوسطه، هذه المتوسطه التي نشاهدها في هذه الصوره. حصل عراك بين تلميذين، التلميذ الضحية يبلغ من العمر 14 عاما وهو طالب في السنة الرابعة متوسط في هذه المتوسطة مع ابن عم المتهم. حصل هذا العراك واستمر إلى أن التحق الطفل الآخر وهو المتهم بطعن هذا التلميذ بسكين ونفذ ما نفذ، حيث قام بانخرط في هذا العراك ووجه طعنات قاتلة للطفل الضحية. إذن المتهم طفل، الضحية طفل، والمكان هو بالقرب من هذه المؤسسة التعليمية التي نشاهدها في الصورة وهي متوسطة. طبعا هذا يطرح الكثير من الأسئلة حول العنف في الوسط المدرسي والعنف لدى فئة الأطفال. كيف يمكن أن نحلل، كيف يمكن أن نفهم أبعاد وعمق هذه الجريمة الشنعاء التي وقعت أمام مؤسسة تربوية؟ حصل الشجار بين تلميذين ثم تحول إلى طعن بالسكين ومجني عليه ساقطا ميتا في عين المكان، والمتهم أو المتهمان لاذا بالفرار. طبعا سيناريو صعب جدا وسيناريو معقد جدا ومؤلم جدا في هذه القضية التي يشهدها الوسط التربوي للأسف، أن يتحول ذهاب تلميذ وعودته من المدرسة شيء روتيني يومي، المفروض أنه يكون بأمان، يكون بطمأنينة، يعيش في عالمه الطفولي والمراهق، لكن أن تكون المآلات إلى هذا المستوى من الجريمة وهذا المستوى من ما وقع وطعن ودماء في المكان، هذا صعب وصعب جدا. شهدنا أمس كيف كان والد الضحية في حالة يرثى لها وهو تحت وقع الصدمة ووقع الحزن الكبير نتيجة هذا الفقد، فقد ابنه بهذه الطريقة المروعة. طبعا حتى نعرف المزيد من التفاصيل وحتى نعرف أبعاد ربما والتفاصيل التي يمكننا من خلالها أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا التصرف، عراك بين مراهقين يتحول إلى جريمة مروعة، معنا عبر الهاتف الزميل سليم شقعار مراسل البلاد من سطيف. زميل سليم أهلا بك. أهلا بك أستاذ عقون وإلى كل مشاهدي قناة البلاد. إذن سليم، شاهدنا أن الوقائع تمت صبيحة أمس الخميس أمام المتوسطة، والفاعلون كان المتهم وابن عمه والضحية، كان في شجار، الشجار تحول إلى طعن بالسكين، هذا الطعن تحول إلى جريمة قتل بين أطفال تلاميذ مراهقين. ماذا عندك من التفاصيل أكثر من هذا زميل؟ أولا نترحم على التلميذ الذي ذهب غدر هكذا في عز شبابه، تعرف فجأة تكون صدمة قوية للعائلة التي لها أبناء يذهبون أو يرحلون عنا بغدرات لنا وطعنات خنجر لا ندري ومتى وأين وكيف. ثانيا نعزي العائلة، بالفعل لما تنقلت إلى عين المكان وشاهدت مكان الجريمة بعد مناوشات ما أقول لم تكن حادة، لكن تحولت بسرعة البرق إلى جريمة قتل بطعنات غدر، الأولى في جهة القلب، الثانية في القلعة تحت الصدر. لم يمر على الحادثة أكثر من ساعة، التلميذ إياد ناصري يرفض أنفاسه قبل في المستوصف قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العلمة. هذه الحادثة الأليمة لها أبعاد، بالفعل لها أبعاد كبيرة وكبيرة جدا. أولا المحيط المدرسي، تعرف أن الحادثة وقعت بأقل من 10 أمتار على المتوسطة بالتحديد، أمام
شارع يعني كان فيه ناس، ولكن بدأت أو تحولت ذلك الإرشاد والوعي من الآباء أو أولياء تلاميذ إلى خوف، لأنه يخاف سليم. ربما أنا أتصور، أنا أتصور مثل ما تفضلت أنه ما حصل حصل بسرعة، وربما هذا ما جعل تدخل أمام هذه الواقعة وأمام هذه الجريمة لا يمكن أن يكون في وقته المحدد، وحصل ما حصل قبل أن يأتي أي تدخل. بالفعل، وقبل ذلك روى لي أحد شهود عيان أنه قبل 3 أيام حدثت أيضا مناوشات، ووجدوا أيضا داخل محفظة تلميذ سكين أو خنجر صغير أيضا كاد أن يودي بجريمة أخرى لولا ستر الله وتدخل هذا العامل بالحظيرة البلدية الذي فك الشجار. الشيء الذي يجب أن نحذر منه لأن ظاهرة القتل وجرائم القتل استفحلت في ولاية سطيف في السنوات الأخيرة، ليس فقط عند الشباب، أصبحت اليوم عند التلاميذ وأمام المدارس والمتوسطات وحتى الثانويات، وهذا شيء أمر خطير. سليم حتى نكون على بينة، سليم أنت قلت أنه التلميذ هو نفس المتهم أم يعني عملية أخرى أو شخص آخر؟ لا ليس تلاميذ آخرين، يعني تلميذين آخرين، ليس وحذروا من الشيء الذي أجمع عليه شهود العيان أنهم حذروا من قبل من حدوث كارثة لولا لم يتدخل الجميع ويبدأون في أو يعني صراحة مش يعني من للأسف للأسف يعني هذه الأمور وهذه المشاحنات بين التلاميذ تحصل كثيرا، يعني نجد أنه بعض الشجارات أحيانا، بعض الحساسيات بين التلاميذ قد تحصل من حين لآخر، لكن أن يكون مآلها إلى هذا النحو الدموي هنا المثير والمرعب. لم استمع جيدا. قلت لك انه لما نتحدث حول العنف احيانا خصوصا في المتوسطات تكون حساسيات سن المراهقه، احيانا في شجارات تحصل من حين لاخر، لكن ان يكون مآل هذه الشجارات بين المراهقين وما زالوا في فتره طفوله قانونا وفتره انهم قصر، ان تتحول الى هذا المنح الدموي والى جرائم قتل باستعمال سكين وأداة سلاح أبيض، هنا المرعب والصادم في القضية. أكيد، لأن الشيء الذي لابد أن نضع يدنا عليه والذي يعتبر أهم نقطة وشيء خطير هو الفضاء الأزرق الذي أصبح المرعب لما يستعملونه التلاميذ حتى في الابتدائي بأوقات كبيرة وكبيرة جدا، أصبح لهم العنف في الفضاء أكثر منه في المحيط المدرسي، تحول في السنوات الأخيرة بشيء مرعب، لأن حتى المناوشات لما تجدها أمام المحيط المدرسة والمتوسطة ينذر بأن هذا الجيل لابد أن نبدأ نتعامل معه بدراسة بمستقيات أو بأولياء تلاميذ حتى لا نترك الفضاء الأزرق وهذا المرعب يتحكم. طبعا هي قضية تحتاج إلى المتابعة. زميل سريم شقعار مراسل قناة البلاد في سطيف، شكرا جزيلا الشكر على التفاصيل، وشكرا على تزويدنا بأهم ما يتعلق بهذه القضية من صور ومن تصريحات. شاهدنا أمس أيضا والد الضحية وهو في حالة صعبة جدا جدا نتيجة الصدمة، وأتصور أن الصدمة ستكون بنفس الدرجة وربما أكثر في منزل الطفل الآخر الذي نفذ هذه الجريمة. وقع صعب جدا أن يكون طرفا الجريمة من الأطفال، من القصر، من التلاميذ. سوف نتصل بعد قليل بالبروفيسور نوي الجمعي وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف حتى نفهم أكثر ما الذي يحصل في هذا الوسط التربوي، ما الذي يحصل لدى فئة المراهقين، كيف يمكن أن ندرس مثل هذه الحالات، كيف يمكن أن نضع أجراس إنذار مبكرة من خلال دراسة السلوكات، من خلال دراسة مختلف التصرفات اليومية لهؤلاء الأطفال ولهؤلاء المراهقين والقصر، حتى تحول
ربما دون أن يتم تنفيذ مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأخبار المروعة. طبعا يلتحق بنا بعد قليل البروفيسور نوي الجمعي وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف حتى يعطينا مزيدا من التفاصيل ويعطينا مزيدا من القراءات حول هذه القضية وخلفياتها. هل هي قضية يمكن أن نبني عليها تقديرا بأن الوضع يحتاج إلى معالجة حقيقية، أم أن هذه من الأفعال المعزولة التي تقع هنا وهناك ويمكن أن نسيطر عليها؟ هل معنا البروفيسور نوي الجمعي؟ بروفيسور نوي الجمعي، أهلا بك معنا، أنت في البلاد اليوم. مساء الأنوار، وتحية لكم ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة البلاد. أهلا بك بروفيسور. إذن كنا مع مراسلنا في سطيف الزميل سليم شقعار وأعطانا المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة. أنت كأستاذ في علم الاجتماع بروفيسور، كيف تقرأها؟ ما الذي يحصل بالضبط؟ الجريمة في الوسط المدرسي، طرفاها للأسف من فئة الأطفال من القُصّر. يعني هو في الواقع هل نقرأ الحادثة أم أننا نقرأ ظاهرة برمتها بدأت تنتشر في المجتمع وفي الكثير من المدارس والثانويات مع الأسف. في الواقع هذه الجريمة هزت فعلا الرأي العام المحلي بمدينة شودة أين حدثت، وأيضا على مستوى الولاية، وهي الآن مجال حديث كل المجتمع. في اعتقادي أن ظاهرة العنف منفكة تتزايد في الآونة الأخيرة في المدارس وفي محيط المدارس، ولم تعد تقتصر على أنها ظاهرة عنف ما بين التلاميذ في حد ذاتهم، ولكن أيضا طالت حتى بين المعلم وتلميذه مثل ما حدث في جامعة باتنا مؤخرا مع الأسف أيضا. ولهذه الظواهر في ثانوية في باتنا، نعم، ولهذه الظواهر أكيد جملة من الأسباب يمكن أننا نرجعها إلى التغيرات التي تعرفها المنظومة التربوية عموما، وتأثيرات أيضا التغيرات السوسيولوجية والاجتماعية بصفة عامة، على اعتبار أنه ما تعيشه المنظومة التربوية الآن من مشكلات هي موضوعية أحيانا كظاهرة الاكتظاظ، فالمعلم الذي يدرس 50 ربما أو 40 أو الإطار التربوي بصفة عامة لا يمكنه أن يتحكم وليس لديه الإمكانيات التحكم ومتابعة كل تلميذ على حالة بحالة، على اعتبار أنه ربما هذه الظاهرة أنها معزولة لا يمكن أننا نعممها ونجزم بأن أبناؤنا يمارسون. لكن بالنسبة هذا دكتور نوي الجمعي، أكيد ربما ممكن أن يكون فيه جانب من الحقيقة، لكن قد يناقشك البعض يقول لك أنه ربما في سنوات ماضية كانت الظروف الاجتماعية عموما في المجتمع الجزائري، وضعية المدارس والمؤسسات وحتى تأثيرات ربما حتى العشرية السوداء والعنف وما أنجر عنها من مشاكل نفسية، وما كناش نسمع كثير حول مثل هذه القضايا دكتور. هو يعني هو أكيد أن للعنف هو جملة من التراكمات، بمعنى أن المجتمعات التي تعرضت إلى عنف تنتج العنف أحيانا، وقد يكون ليس عنفا آنيا ولكنه عنف يمتد ربما إلى سنوات، يعني يبرز في لحظات معينة. فهذه الظواهر من العنف قد يكون أيضا سببه هو الأداء التربوي في حد ذاته. من غير المعقول أنه الآن مثلا أساتذة في المتوسط وفي يعني في الابتدائي لم يتلقوا لا تكوين لا في علم النفس ولا يدركون ما معنى المراهقة، أنهم يتعاطون مع جيل يعيش جيل جديد له تطلعات جديدة له حاجات جديدة وله أيضا علاقات جديدة. نعم ممكن دكتور ممكن، نعم. ممكن جدا هذا الشيء عندك فيه يعني جانب من الصواب، لكن ممكن أن نقول أيضا أين هو دور الأولياء، أين هي دور الأسر؟ يعني إذا ما كان لهذا التلميذ له من
شخص بالغ وواعي في كامل وعيه أن يراقبه وأن يدرسه وأن يكون صحيح على اطلاع صحيح. بمختلف حياته، فالسؤال هنا يطرح، وهذه المسؤولية تلقى بالدرجة الأولى على الأسرة. لا أحمل يعني المؤسسة التربوية لوحدها ما يعني هذه الظاهرة، ولكن أيضا كل المؤسسات الاجتماعية بما فيها وسائل التكنولوجيا والميديا ونوع الأفلام وما يتلقاه يعني التلاميذ وما يلاحظونه وما يشاهدونه من أفلام، وهل هنالك ترفيه، وهل هنالك مسرح، وهل هنالك ثقافة، وهل هنالك التواصل مع هذه الجيل إلى آخره. نحن يعني مقصرون كبالغين سواء كأولياء أو كأفراد في هذا المجتمع، نحن مقصرون جدا. ونعطيك على سبيل المثال، نحن الآن نعيش ضغط اجتماعي نفسي نمارسه على أبنائنا جراء الدروس الخصوصية. مثلا الآن التلميذ أو الطفل الآن المراهق لم يعد له مجال للترفيه، فيخلص المدرسة على 5 عنده دروس خصوصية، يوم الجمعة دروس خصوصية. نحن لدينا ما يمكن أنني أسميه بالتلميذ العامل، يعمل 8 سوايع ويزيد يدير الدروس الخصوصية كساعات إضافية. فأين نحن من كل هذه الأمور حتى نعامل الطفل والمراهق وفق سنه وتطلعاته وحاجاته؟ أما مسألة العائلة فصحيح أيضا ظاهرة الطلاق التي تنتشر بكثرة، ظاهرة يعني الأيتام، ظاهرة ربما الديموغرافيا اللي مطروحة الآن في بعض العائلات، وظاهرة أيضا الظاهرة يعني العائلة النووية. في السابق كان المراهق يتابعه جده، عمه، الجار إلى آخره. الآن أصبحت العائلة النووية، الأم تشتغل، الأب يشتغل، وهو في الشارع وفي ضغوطات وأيضا في محاولات. ربما أحيانا دكتور هنا حتى نضيف فكرة، وكأنه الجميع يعيش في غربة، يعيش في عزلة عن الآخر. السبب هو هذا جهاز أجهزة الهاتف، الجميع يعتقد أنه يتصل ويتواصل في مواقع التواصل، لكن في الحقيقة نحن نعيش عصر لا تواصل. لا تواصل جراء تفكك العلاقات الآلية حسب المفهوم الدوركيمي، بمعنى أصبحنا ليس لدينا علاقات الوجه للوجه لا مع الجد ولا مع العم ولا مع الجار ولا مع، نظرا لهذه الضغوطات وهذه التحولات الجديدة لابد أننا نعاود أنفسنا، وأيضا على المنظومة التربوية أيضا أنها تعاود النظر في حجم التدريس، في البرامج، في الترفيه، في المسرح، في الثقافة، في الحياة المدرسية. الآن يا أخي أصبحت المحيطات يعني المجاورة للثانويات والمتوسطات هي غير آمنة. إن أبنائنا مهددون بالمخدرات، مهددون بالعنف، وأشكال العنف أيضا عديدة يمكن أننا نعديها. العنف الرمزي الذي يبقى في حدود معينة يمكن أن يتحول إلى عنف جسدي. يعني أنه الآن إحنا كأولياء أو كمعلمين أو كأساتذة أو كأفراد في المجتمع لابد لكل منا أن يقوم بواجبه تجاه هذه الشرائح الاجتماعية التي بعد سنة سنتين سيكون مواطن ويشارك في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والاجتماعية. ماذا أعطيناهم من تكوين ومن مرافقة ومن تطوير؟ دكتور بروفيسور نوي الجمعي، خلينا الآن لنكثف هذه الأفكار التي تفضلت فيها منذ بداية مداخلتك، ونعطي مجموعة من النصائح والتوجيهات. ماذا تنصح؟ ما الذي ينبغي أن نفعله من الآن حتى نتدارك الأمور؟ أن يتحول تلميذ يقتل تلميذ، قبل هذا تلميذ يطعن أستاذة، ولسنا ندري إلى أين هي ماضية الأمور للأسف. ما المطلوب كمختص في علم الاجتماع؟ ما الذي تطلبه؟ 1، 2، 3، 4، ما هي أهم النقاط؟ نعم، أولا لابد أن لا نترك هذه الأمور كطابوهات. لابد من نقاش مجتمعي وبكل صراحة بين كل الفاعلون في هذا المجتمع، وسائل الإعلام،
ومثقفون ونخب ومدرسة ومسؤولين سياسيين إلى آخره. لا بد أن يخرج النقاش إلى نقاش مجتمعي دون أن نجعل منهم طابوهات أو نحاول أن نقلل من حدته، لأن القادم أخطر. ثانيا، لا بد من معاودة النظر في علاقتنا مع المراهقين في المنظومة، يعني في النظام التعليمي، على اعتبار أننا نخفف عنهم هذا الضغط التربوي الذي نمارسه جراء الدروس خصوصية. ثالث، لا بد أننا نحاول أن نخلق فضاءات للترفيه، للثقافة، للرياضة. رابعا، لا بد من أيضا الحذر مما يقدم عبر وسائل الإعلام. وأيضا لا بد من الأسرة أنها تؤدي دورها. فمثلا نعطيك على سبيل المثال، نحن لا نراقب أبنائنا في علاقتهم مع وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائط الاجتماعية الحديثة هذه. لابد، قد يكون في كل مجتمعات وحوش في أوساطنا، فلا بد على المجتمع، على العائلة، أن تراقب أبنائها في التعاطي مع وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور نووي الجمعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف. وشكرا لكم. شكرا لكم. على هذه الشروحات وهذه التحليلات بخصوص هذه الجريمة المروعة التي حصلت في سطيف للأسف. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من البلاد اليوم. ألقاكم بخير، السلام عليكم.